السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الأفضل، كيف حالكم؟ بارك الله، هنيئا لنا ولكم جميعا. هنأنا الله وإياكم، بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم ويشفى صدوركم. اللهم آمين. أنعشتم، جزاك الله خير. كيف حالكم؟ والله بخير والله الحمد، ندعو لكم بتمام الصحة وفور العافية شيخنا، وأن يطيل الله في أعمالكم حتى تكونوا من أوائل الذين يصلون في المسجد الأقصى المبارك محررا مطهرا من دنس اليهود الغاصبين. اللهم آمين آمين آمين. بارك الله فيكم. آمين آمين. نحن نتابع الأخبار شركاءكم، ونتابع الأخبار وندعو لكم ليلا ونهار، ونسأل الله النصر للجميع. اللهم آمين لنا ولكم. فرحنا فرحا كثيرا بالأمس. بارك الله فيكم، حياكم الله. عندما سمعنا تكبيركم كبرنا معكم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيكم، دام الصحة والعافية وأن نلقاكم على خير إن شاء الله. ووجه شكري لسماحتكم على هذا الاتصال المبارك شيخ حمود الصوافي، أسأل الله عز وجل أن تكونوا بتمام الصحة دوما وفور العافية. ونشكر أهل عمان على وقفاتهم معنا، ونطير لهم التحية من فريق السواعد الحانية للأعمال الإنسانية، نطير لهم التحية من قلب غزة لهم، وشكرنا، نعبر عن اعتزازنا وشكرنا بهذا الشعب الذي سندنا ووقف معنا في هذا العدوان الغاشم. نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يكرم هذا الشعب بدخول المسجد الأقصى معنا فاتحين. اللهم آمين 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 آمين. بارك الله.